أهلا بكم في شركة ستراتا. تضع ستراتا صحة وسلامة زوارها وموظفيها على رأس أولوياتها. تطبق ستراتا المعايير الدولية للحفاظ على البيئة والصحة والسلامة لتضمن سلامة الجميع في المصنع. قبل البدء بجولتنا في المصنع، نرجو منكم التقيد التام بقواعد وتعليمات الأمن والسلامة. سيتم تزويدكم بأحذية خاصة بالمرافق الصناعية ونظارات واقية قبل دخولكم للمصنع، ويتوجب عليكم ارتداء هذه الأحذية والنظارات خلال زيارتكم للمصنع. كما سيتم تزويدكم بمعطف خاص وغطاء للشعر عند دخولكم للغرفة النظيفة، ويرجى منكم عدم تخطي المسار الأزرق طوال فترة جولتكم داخل المصنع. احرص على البقاء مع باقي أفراد مجموعتك وبالقرب من قائد الجولة. يرجى عدم لمس أي مواد أو معدات داخل المصنع. يرجى توخي الحيطة والحذر عند الاقتراب من المعدات الثقيلة أو الآلات المتحركة. لحماية خصوصية عملائنا، يمنع التصوير داخل المصنع منعاً باتاً. كما يمنع التدخين داخل المصنع، ولا يسمح بالتدخين إلا داخل المنطقتين المخصصتين للتدخين وذلك خارج المبنى. إذا ما سمعتم صفارة إنذار الحريق أثناء الجولة، يرجى منكم الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مخرج طوارئ مع الحرص على البقاء ضمن مجموعتكم. ولا يمكن لكم استخدام المصاعد أثناء حالة الطوارئ، بل يجب استخدام السلالم عوضاً عنها. فور خروجكم من المبنى يرجى التوجه إلى أقرب نقطة تجمع. شكراً لزيارتكم لشركة ستراتا. نأمل أن تتمتعوا بزيارة آمنة ملهمة وممتعة.